بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلسلة دي كنا بدأناها من فترة، هي عبارة عن مجموعة أسئلة تراكمية. بصراحة هم قرابة 2000 سؤال تراكمي بنفس الآلية اللي أنت هتشوفها قدامك دي. الأسئلة دي هي خلاصة يعني أسئلة موجودة في كتب كتير جدا، في الكتب اللي احنا درسناها، وأفكار احنا درسناها قبل كده أيام ما كنا في إعدادي مثلا. فأنا حابب أفكرك بالكلام ده كده ونربطه مع بعض، لأن الإنجليزي زي ما أنت فاهم تراكمي ومفتوح بحري. ده ورقة التراكمي، دي الورقة التانية، الأسئلة من 31 ل 60. ده معناها حضرتك إن كان في سؤال ورقة فيها الأسئلة من 1 ل 30، واتعملت فيديو برضو أكيد أنت سمعته. طيب الجزئية دي أصلا المفروض إنها تبع المحتوى الخاص، بس إحنا هنحاول نشيرها يعني إن شاء الله كده عشان الناس كلها تستفيد بيها. دي تمارين تراكمية منتقاة بعناية فائقة متعددة الأفكار، وعايزك تقرأ دي كده. بيقول لك إن كل جملة بتحمل فكرة، لو ترجمت هتحل الكل صح، بس طبعا الترجمه بس مش الحل، يعني لان في حاجات محتاج تكون عارفها اصلا، عندك باك جراوند للقاعده بتاعتها. بلاش تحل بالحب الله يبارك لك، وبلاش تهبد يعني، عشان دي حاجات كده يبقى متفقين عليها قبل ما نبدا. كشكولك الجميل في ايدك اكيد، وهتبدا تحل معايا عشان انا هديك كل جمله بكل احتمالاتها وكل افكارها وما انزل بشانها. السؤال هيقول لك اي از ويل از ماي سيستر، يعني فكره الجمله دي في از ويل از يا مستر. حلو الكلام، ركز لي كده الله يبارك لك. عايزك تعرف ان از ويل از دي لها احتمالات. رقم واحد، الاول انك تجيب لي فاعل، فاعل اول، وبعدين كلمة as will as، وبعدين فاعل تاني. حلو. طيب وبعد كده حضرتك هتجيب لي فعل على حسب الفاعل الايه يا باشا؟ استنى كده اعملها لك هنا كده. الفاعل الاول اللي هو ده، ما هو ده الاول، وبعدين as will as، وبعدين فاعل التاني. على سبيل المثال لما اقول لك مثلا منى as will as her parents، يا ترى هنا هنقول love ولا نقول loves تي؟ يا ترى هنقول is ولا نقول are؟ يا ترى هنقول does ولا هنقول do؟ هنقول has ولا هنقول have؟ ايا كان بقى الاختيارات، انت عارف انت راجل كبير يعني. بس المهم انا قدامي الفعل الاولاني منى as well as her parents، ده الفعل الاولاني وده الفعل الثاني. حلو الكلام. انت قلت لي على حسب الفعل الاولاني اللي هو منى، منى تاخد love ولا loves؟ لا، منى مفرد تاخد loves، وتاخد كمان is ما تاخدش are، تاخد does ما تاخدش do، تاخد هاز ما تاخدش هاف. ده الاحتمال الايه يا باشا؟ الاولاني. طيب في فكره تانية برضو مع از والاز. قال لك از والاز دي لو بدانا بها الجمله از ويل از، او لو جبنا بعدها الفعل عموما، يعني بنجيب الفعل مضاف اي ان جي. على سبيل المثال ممكن اقول لك از ويل از ستادينج، از ويل از ستادينج ويل بالاضافه الى مذاكرتي الجيده اي بلاي فوتبول، انا بلعب كره يا عم عادي جدا يعني، انا بعمل حاجتين مع بعض. اذا حضرتك لاحظت ان از والاز جبنا بعدها مباشره الفعل، في از والاز دي جبنا بعدها الفعل فنضيف الاي ان جي، وممكن ما تكونش في اول الجمله على فكره، ممكن تبقى في نص الجمله. على سبيل المثال اقول لك سهى كان ريد بوكس، بتعرف تقرا كتب، از ويل از بلاينج ذا بيانو بالاضافه الى لعبها البيانو، يبقى دي رقم اتنين. طيب الفكره الثالثه بقى حضرتك اللي لها علاقه بكلمه as will as، بقول لك ان as will as دي ممكن نستخدمها as will as، نستخدمها will هنا كظرف بمعنى بشكل جيد ك. على سبيل المثال ممكن اقول لك she plays the piano، هي بتعزف على البيانو، as will as she plays the مثلا درامز. ده معناه ايه الجمله بقى؟ هي بتعزف على البيانو بشكل جيد زي ما هي بتعزف بالظبط على الطبله. طب انت عارف لو انت قلت لي نفس الجمله كده بقى، شي بلايز ذا بيانو از ويل از، وجبت لي بعدها الفعل وضفت الاي ان جي، دي معناها و. انت هنا بتقول هي بتعزف على البيانو وبتعمل حاجه تانية، لكن دي انت تركيزك على ان على الاليه اللي بتعزف بيها، فبتقول هي بتعزف على البيانو بشكل جيد كما تعزف على الدرمز، يعني بتعزف البيانو والدرمز بشكل كويس. يبقى انت عندك كام فكره كده؟ الاز والاز ثلاثه. طيب ما تنساش بقى عيله ازات، نقولهم كلهم كده. عندك از سون از، دي لها احتمالين. الاحتمال الاولاني بمعنى عاجلا او بسرعه، على سبيل المثال as soon as possible يعني بسرعة قدر المستطاع. الحاجة التانية ان دي اخت when واخت after، انت خدتهم على الماضي التام اللي كان معناهم بعدها. طيب عندك كمان في حاجة اسمها as long as اللي معناها اللي بتساوي كلمة if،
معناها لو او ما دام. عندك كمان as good as، دي معناها جيد مثل. على سبيل المثال علي is as good as عمر، يعني ايه؟ علي ده بيكون جيد مثل عمر. لكن انت ممكن تقول علي plays the piano as well as عمر، يعني علي بيعزف البيانو بشكل كويس as well as، يعني بشكل جيد كما يفعل عمر. طب ما تيجي نحل جملتنا كده عشان احنا سرحنا بره شويه اكتر وانت هتزهق. I as well as my sister، انا قدامي الفاعل الاولاني اهو وماي سيستر الفعل التاني، يبقى انا همشي على الاي. الاي تاخد هاف وتاخد دو، يعني انت هتستبعد هاز وتستبعد داز. حلو الكلام. طيب انت بقى في الجمله بتقول لي ان انا زي اختي نقط اكار، يعني عندي عربيه، يبقى الاي ناخد معاه هاف. يمتلك سياره، مش هنقول يفعل سياره، يبقى الاجابه الاولانيه كده اصبح معاك هاف يا باشا. السؤال التاني as well as not my tasks، انت عايز as well as، عايز بعدها فعل كده، يبقى الفعل لازم يكون مضاف له اي ان جي. تفكيرك مع doing مفيش غيرها، يبقى doing بس، يبقى as well as doing my task. I can play football not I play tennis، انا ممكن اعزف، انا ممكن العب كرة القدم والعب التنس. حلو، هو عايز يقول لك ايه بقى؟ انا بعرف العب كرة قدم بشكل كويس زي ما انا بلعب التنس، يبقى as well as، دي as well as بس دي معمولة غلط. طيب انت كده طلعت لي as well لوحدها لان دي معناها ايضا، as good as يعني جيد، as soon as اللي قلنا معناها سريعا ولو، ومعناها كمان بعدها. All the following are similar in meaning to old fashioned except كل اللي جاي ده بيساوي في المعنى كلمة old fashioned. يعني old fashioned يا عم أصلا؟ old fashioned يعني قديم الموضة. طب ما تيجي نشوف كده مين اللي في الاختيارات معناه قديم الموضة. modernized ده معناه محدث، not fashionable ليس على الموضة صح، unfashionable معناها ليس على الموضة، out of fashion اللي هو برضه بره الموضة. هو الراجل عايز ايه في السؤال؟ الراجل بيقول لك كل اللي جايين دول نفس المعنى ما عدا، ما عدا يبقى نختار له modernized، يعني كل الكلمات دي بتساويها ما عدا modernized. طبعا الاسئله دي انا صيغ معظمها كده، فهتلاقي الاسئله ايه مش منطقيه، يعني ايه مش ثلاث اختيارات بس، اربعه، ممكن تلاقي خمس اختيارات، ممكن تلاقي سته، ممكن تلاقيني بقول لك اختار اجابتين. فالاسئله دي هدفها انك تفهم، مش موضوع امتحانات خالص يعني. و encountered، encountered دي معناها واجه او لاقى. و encountered يعني احنا واجهنا a number of difficulties، العدد من العديد من difficulties الصعوبات. بالمناسبة difficulties زي challenges. In the first week بقول لك كلمة encounter is close in meaning، بتساوي في المعنى أو قريبة في المعنى لكلمة إيه؟ encounter، أنت قلت لي يواجه أو يلاقي. حلو، يعني بتساوي كلمة face يواجه، و experience يعني يواجه. طيب أمال إيه الناس دي بقى؟ make يصنع، و establish يعني يبني. لو أنت معايا في كتاب A1 فانت اكيد سمعت الحته دي في الفيديو الاخير من الوحده التاسعه اللي هو اكسبيرينس وان اكسبيرينس واكسبيرمنت واكسبيرينس كفاعل وكاسم. الحوار ده انا حكيته لك. طيب اسلام از سمارت، اسلام ده ذكي. اي ثينك هي كان نوت ا جود دكتور، اعتقد ان هو ايه ا جود دكتور. في مصطلح عايزك تحفظه، ممكن تلاقي مثلا يقول لك ايه، اكتب، يقول لك مثلا في الامتحان يعني اكتب لي مقال عن وات ميكس ا good leader. دي معناها ايه؟ معناها ما هي صفات، عايز اقول لك كده يعني، القائد الجيد. حلو، طيب المهم يعني اسمها make a good leader، make a good teacher، make a good doctor وهكذا. فلما تقول لي اسلام is smart I think he can make a good doctor، يعني هو ممكن يشتغل كدكتور بشكل كويس. طب يا مستر ما انا ممكن اقول لك اعتقد انه يستطيع ان يكون، ما انا عندي از اهي. لا يا حبيبي، ما هو كان دي عايزه بعدها المصدر. عارف انت لو كده لو قلت لي هنا بي كنت اقول لك ماشي جامده جدا وصح وزي الفل. طيب بعد كده رقم 37، my father not the best doctor، ابي افضل دكتور، is still thinking. المهم انت عايز تقول ماذا لا يعتقد، فانت بتجيب الفعل المساعد وبعدين بعد الفعل المساعد بنجيب الظرف وبعدين بنجيب الفعل. حلو، طيب على حسب بقى، لو انت جبت لي معلوم او مجهول، لو هنا كان وكد يبقى انا عايز مصدر ام واز، يبقى عايز اي ان جي او باست بارتيسيبل، حسب اللي انت عايز تقوله. إذا ستين سينكينج معناها ما زال يفكر، طبعا بره انت مش هينفع تقول لي ابويا ما زال يفكر افضل دكتور. از ستيل سوت اوف از يعني ما زال يعتقد فيه انه، او ما زال يعتقد انه. از ستيل سوت اوف ما زال يعتقد، ريجاردلس يعني يعتبر، فدي بره. على فكره انت ممكن تقول ماي فاذر از ريجاردد كده كانت تنفع، لكن انت جايب لي ريجاردلس. المهم أصبحت الإجابة كده my father is still thought of as، يعني أبويا ما زال يعتقد فيه كأنه كذا. عايزك تركز في حتة، أنت لو أنت قلت لي is still thought of معناها ما زال يعتقد
فيه، لكن از بمعنى انه، فالمعنى يبقى راكب على بعضه كده، ما زال يعتقد فيه انه كذا. طب مستر هيثم بصيط نفسي يعني، يو جاست كونتاكت هيم، بس انت بتصل بيه. المستر هيثم اولويز هيلب، كان اولويز هيلب، كان اولويز هيلبس، اولويز كان هيلب. بص يا برنس، انا عايزك تفهم كده انك انت بتجيب الفعل المساعد، لسه كاتبينها حالا اهي، انت بتجيب الفعل المساعد الاول وبعدين الظرف وبعدين الفاعل. فالفعل المساعد اللي عندي هنا هو كان، والظرف اولويز، والفعل هيلب، يبقى انا عايز كان اولويز هيلب. طبعا اولويز هيلب دي بره اللعبه، لان هيثم ده مفرد، فكان المفروض نقول اولويز هيلبس. طب كان اولويز هيلب دي معانا فعل مساعد ظرف فعل، دي معايا. طيب انا عندي فعل مساعد وظرف وفعل، بس ازاي بعد كان يا مسلم هتجيب لي اس؟ يبقى دي بره اللعبه. اولويز كان هيلب برضه بره اللعبه، لانك انت بدات بالظرف، الطبيعي ان احنا بنجيب كان اولويز هيلب اللي هي دي. طيب الجمله اللي بعد كده، هو كل سؤال انا صاغته في الاسئله دي، انا هدفي ان اوصل لك فكره انك ممكن تلاقي بدا بالفعل المساعد وبعدين الظرف، بس الفعل اللي بعدها مش راكب في الجمله. She not $200 in prize money. انت عايز تقول هي كسبت $200 في كنقود يعني. بص يا برنس، كان في سؤال جه في اسئله اللونج مان السنه اللي فاتت، عايزك تعرف ان كلمه وين دي بنجيب بعدها الشيء الذي نفوز به، والشيء الذي نفوز فيه. يعني ايه الكلام الهبل ده؟ الحاجه اللي بنفوز بيها، يعني مثلا ممكن تقول وين اميدل او وين اكب. الحاجه اللي بنفوز فيها زي وين اماتش مثلا، انت فزت في المباراه، وين اريس. حلو الكلام، حلو الكلام. هنضيف حته ثالثه بقى، ممكن نقول وين ماني. ازاي بقى وين ماني دي؟ معناها يفوز بمال كجائزه، يعني من الراجل ما اشتغلش، دي جايه له فلوس كجائزه. حلو الكلام. طيب الحته اللي بعد كده بقى، عندك كلمه ايرن ماني يعني يكسب فلوس، ديت يكسب مال مقابل العمل في وظيفته. انت راجل شغال دكتور، يو ايرن ماني، بتكسب فلوس. طب الحته الثالثه كلمه جين بقى، جين دي عايزك تركز لي تقريبا ثلاث حاجات. رقم واحد معناها يكتسب شيء معنوي، يكتسب حاجة معنوية. على سبيل المثال gain fame يكسب شهرة، gain reputation يكسب سمعة، gain information يكتسب معلومات، وهكذا. رقم اتنين يا حاج مع كلمة gain، عايزك تعرف ان كلمة gain دي معناها يكسب، يكسب، احنا قلنا دي برضو احنا بنحل في A1، يكسب شخصا شيئا. على سبيل المثال الجملة اللي انا قلتها لك قبل كده، اللي كان بيقول لك you reading books، reading جملة غير اللي قلتها لك اهو، reading books قراءة الكتب gained me knowledge. يعني ايه بقى؟ ان قراءة الكتب اكسبتني معرفة. يبقى كلمة gain معناها يكسب شخصا شيئا. الحتة التالتة بقى ودي مهمة، ممكن نقول gain money بس دي معناها بقى، معناها يكسب مال دون تعب. على سبيل المثال الميراث، لما واحد يورث فلوس فنقول جين ماني. طب واحد ماشي في الشارع اتسال سؤال كسب 1000 جنيه، دي وين ماني. طب واحد شغال وطلعان عينه وكسب فلوس، فدي اسمها ايرن ماني. احنا كده خدنا وين وايرن وجين. هقول بالمره عشان احنا جينا هنا كلمه لوست، لوست تو، لوست تو دي معناها خسر امام. على سبيل المثال كالعاده لما اقول لك زمالك، مع اني زملكاوي يعني والله، لوست تو اهلي، يعني ايه؟ الزمالك خسر امام الاهلي. حلو الكلام. طيب عندك بقى كلمه وين، وين دي بنجيب بعدها المباراه. حلو الكلام. ممكن نجيب وين باي وبعدين الاهداف. على سبيل المثال اهلي 1 باي 2 جولز، يعني اهلي فاز بهدفين. طيب الحته اللي بعد كده عندك كلمه بيت اللي بتساوي دي فيت، الاثنين دول معناهم يه زم. خد بالك يهزم يعني يفوز على. فاكر انت لما قلت لك زمالك، زمالك زمالك لوست تو اهلي، دي كان معناها ايه؟ الزمالك خسر امام الاهلي، دي خسر امام، ده معناها ان اهلي ديفيتد او بت زمالك زمالك. حلو الكلام. طب هنروح نكمل، وفي حاجه لو افتكرنا او في حاجه طلعت مش موجوده وما قلتهاش هنيجي نقولها طبعا، مفيش ورانا اي حاجه. عايزك بس تطلع من الفيديو ده وانت معبي بالمعلومات، ادعي دعوه كده محترمه
الراجل لسه عامل عمره دلوقتي حالا يعني. She not $200 in prize money. شوف الراجل بيقول لك ايه في الجمله، الجمله دي بيقول لك فيها ايه؟ in prize money يعني كسبتها كجائزه. يبقى دي وان يا مستر على طول وانت مغمض عينك. هتلاقي واحد بيقول لك طب يا مستر مش المفروض ايرن ماني، احنا حافظينها من زمان واحنا صغيرين. اه ايرن ماني موجوده فعلا، بس يكسب فلوس بمقابل عمل. وفي جين ماني زي ما قلت لك دي كانت في اللونج مان، جين ماني معناها يكسب فلوس دون جهد زي ما قلت لك الميراث. اهلي نوت تو زمالك. بص ما دام في تو يبقى انت عايز لوست تو زمالك. حلو، ده رقم واحد. على فكره دي مش وان، دي المفروض انها وان، بس الكمبيوتر الجهاز اللي عاملها معايا كده معلش. يبقى اهلي لوست تو زمالك يعني اهلي خسر امام الزمالك عشان محدش يزعل. طب اهلي تيم نوت زمالك، الاهلي ايه الزمالك؟ لوست عايزه تو، بيت معناها هزمه تنفع، وان لا مش هينفع نجيب بعد وين الفريق، بنجيب بعد وين يا اما باي والاهداف يا اما البطوله اللي انت فزت فيها. جيند بره اللعبه خالص، يبقى انت كده هتقول لي بيت معناها الاهلي هزم الزمالك. اخت بيت اسمها ايه؟ اسمها دي فيتد. خد بالك بيت بت لكن ديفيت ديفيتد. 43 نوت از ذا لانجويج اوف بيبل ليفينج ان ايجيبت. الناس اللي عايشين في مصر بيتكلموا انهي لغه؟ اللغه العربيه. العربي يعني ايه؟ اسمها ارابيك. ادي ارابيك يا باشا، ارابيك اللي هي دي. طيب رقم 45، مش وقت ان اوضح لك ارابيان والحاجات دي عشان الفيديو ما يطولش على الفاضي يعني، مش ده تقييم. اي ورك نوت عمر. ورك حوار ورك بقى، تعالى على حوار ورك ده اما احكيه لك كده عشان تبقى انت ماشي واثق الخطى، واثق الخطى يمشي يا جدعان ملكا. طيب بص يا باشا موضوع ورك ده عشان نرتاح، عايزك تعرف انك ممكن تقول ورك ان من الاحتمالات اللي هقول لك عليها دي. رقم واحد ورك ان ا سيتي اور ان اريا. على سبيل المثال اي ورك، اي ورك ان كايرو، انا شغال في القاهره. ده رقم واحد. رقم اتنين، وهعمل كل واحده بلون كده بحس يبقى الكلام جميل كده وشكله مزين يعني. الحاجه التانيه ممكن تجيب بعدها تايب، اتايب يعني ا تايب اوف بليس. يعني ايه؟ انت عايز تقول شغال في بانك على سبيل المثال، شغال في بنك، شغال في بنك تمام، او شغال في شوب في محل، او شغال في فاكتوري. طيب ده رقم اتنين. يبقى احنا قلنا ديت، ودي في كمان تلاته. احنا قلنا اندستري، ورك ان اندستري، ان دستري. اندستري مش مقصود فيها مجال الصناعه، لا في صناعه معينه معينه يعني في مجال معين. على سبيل المثال لما اقول لك مثلا هي وركس ان education يعني شغال في مجال التعليم، هي وركس ان توريزم يعني شغال في مجال السياحه، هي وركس ان ادفرتايزنج، ادفرتايزنج يعني شغال في مجال الاعلان. ده كله كده حكايه وحدوته ورك ان. طيب الحدوته الثانيه معاك هي ورك، نبدا بمين الاول؟ خلينا في اون الاول عشانها اهم واحده في الثلاثه اصلا. ورك اون ا بروجكت يعني يعمل في مشروع، ورك اون ا تاسك يعني يقوم يشتغل في مهمه معينه. ورك اون دي معناها يشتغل على يعني يحسن. على سبيل المثال you should work on your pronunciation يعني انت المفروض تشتغل على النطق بتاعك. you should work on your skills المفروض تشتغل على مهاراتك كده يعني. ده بالنسبه لورك اون ا بروجكت زي ما قلنا، ورك اون ا تاسك وقلنا يحسن، احنا كده قلنا الثلاثه، شيل دي بقى من هنا. طيب عندك كمان يا باشا في ورك فور. ورك فور دي معناها يعمل لدى يعني شغال عند، شغال عند حد. على سبيل المثال work for a person يعني شغال عند شخص، work for a company يعني شغال فين؟ في شركة. شوية الكلام دول ما تيجي نروح كده نحل. فين الكتاب؟ ادي الكتاب اهو. اول سؤال بيقول لك الراجل هنا I work not عمر. نسيت اقول لك، نسيت اقول لك على حتة مهمة جدا بمناسبة عم عمر ده. ارجع معلش، استنى. لو انت قلت لي اي ورك فور عمر ده صح، ولو انت قلت لي اي ورك وذ عمر دي كده صح، بس عايزك تفرق بين الاثنين. لو انت قلت لي اي ورك فور عمر يعني شغال عند عمر، لكن دي شغال مع زميلي عمر. يعني ورك وذ دي يعني معناها ان عمر ده زميل العمل، انا شغال مع عمر، شغال مع عمر يعني عمر ده زميلي. لكن هنا عمر ده مدير الشركه مثلا، صاحب الشركه كده يعني شغال معاه. طيب فاحنا حبينا نوضح اكتر، لو قلت لك اي ورك فور عمر يبقى عمر ده الامبلوير، امبلوير يعني المدير بتاع الشركه، المانجر يعني.
طب لو انت قلت لي ورك ويز يبقى عمر ده امبلويي وانت كمان امبلويي، انتوا الاثنين امبلويين يعني. طيب تعالى جري هنا كده على السؤال عشان هو هتلاقيه مربوط بالحته زي دي على ما اذكر. بيقول لك I work not عمر، we are good employees، احنا موظفين حلوين وكيوتين. يبقى I work with مع انك انت شغال معاه، هو زميلك في الشغل. طب في الجمله بعد I work not عمر، he is a good employer، مدير جيد، يبقى انت كده شغال عنده. This is the best product I have ever worked، ده افضل منتج انا اشتغلت عليه. يبقى work on، احنا قلنا work on a project، a task، اي حاجه من دي. This is the best project manager، ده افضل مدير انا اشتغلت عنده. بما انه مدير يبقى انت شغال عنده، يبقى work for. Your handwriting، خطك is very bad، خطك زي الزفت، زي خطي كده. You should work on it، work on it يعني يجب ان تعمل عليه، تحسنه يعني. She worked abroad years، هي اشتغلت خارج البلاد لمدة سنوات، لمدة يبقى فور. الجمل دي يا جماعة أنا صيغتها لك وأنا بكتب السؤال كده، بيجي في ذهني فكرة بروح كاتبها، فممكن تلاقي حاجة عليها 5 أسئلة وحاجة عليها 2 كده يعني. منى work is not an advertising agency، يعني منى شغالة في شركة إعلانات. حلو الكلام. إحنا قلنا ممكن نستخدم work in ونجيب بعدها نوع المكان اللي بتشتغل فيه، يبقى هنا ممكن نستخدم in، ممكن نستخدم work for ونجيب بعدها الشركة، يبقى احنا كده ممكن نستخدم فور. وبكده حضرتك يبقى عندك 2 في الاجابات دي صح، اللي هي ان واللي هي فور. وما تقلقش مفيش حاجه في الامتحان يقول لك ايه اند بي ان كده، ما عادش هينفع يعني، خلاص هيجيب واحده بس من الاثنين، بس اعرف انت الاثنين. طيب رقم 52 بقى، اور سكسس، سكسس اللي هو النجاح، سكسيد يعني ينجح ومعناها يخلف. فاكر اخر قطعه حليناها في امتحان الوحده التاسعه، اللي برضه هتلاقيه ان شاء الله هنشره على اليوتيوب يعني، امتحان الوحدة التاسعة من كتاب A1، كان في كلمة succeeded يعني خلف، يعني جاء بعده، لما واحد يموت ويبدأ يمسك الشركة مكانه فنقول the son succeeded his father، يعني الابن خلف أبيه. المهم خلف أبيه يعني جاء بعده. Our success is not cooperation، بقول لك إن نجاحنا إيه؟ التعاون. depend يعتمد، count يعتمد برضه، rely يعتمد والله العظيم. طب based on معناها مبني على، based in معناها قائم في. بس انا عايزك تعرف الكلام ده عشان الكلام ده هنحتاجه دلوقتي حالا. بص يا برنس، احنا متفقين ان كلمة depend الكلام ده انا قلته لحد ما انتوا زهقتوا مني، depend on، rely on، count on، وكمان معاهم كلمة bank، الناس دي كلها بيجي بعدها حرف الجر on ومعناهم يعتمد على. حلو، ده رقم واحد. طبعا في الوحدة الرابعة انت خدت كل مشتقات depend و dependent و independent و independence، والنبي ترجع لها عشان خاطري هتلاقيها مكتوبة في ملاحظات الوحدة الرابعة كمان. طيب المهم ما تنساش ان كل واحدة من دول برضو لها معنى مختلف، يعني count معناها يعد 1 2 3 4 5، bank معناها ضفة، ومعناها كمان البنك اللي هو المصرف، وزي ما قلنا يعتمد، لو معناها ضفة هتيجي مع النايل وهتيجي مع الريفر وهتيجي مع الليك فقط لا غير، عشان ضفة النيل وضفة النهر وضفة البحيرة. طيب الحتة اللي عايز اقول لك عليها هنا، ممكن نستخدم بدل الناس دول بقى كمان بي بيست اون، اللي معناها برضو يعتمد على او قائم على. لكن خد بالك في حتة كمان اسمها بي بيست ان، اللي هي قائم في، من الاخر كده مبني في. على سبيل المثال our company، our company شركتنا is based on respect، يعني شركتنا قائمة على الاحترام. ممكن اقول لك بقى كمان our company is based in Cairo، يعني شركتنا قائمة في القاهرة، مبنية في القاهرة يا عم الحاج. طيب هنرجع للصفحة اللي كنا فيها بقى عشان نحل. انت قلت لي في ملحوظة كمان برضو ما قلتهاش انا، وانا اصلا طالع عشان اقولها يعني اكد عليها. ركز ان الناس دي كلها كده، الناس دي كلها كده فعل، لكن بي بيست اون ديت ادجكتيف، وبي بيست ان دي برضو ادجكتيف، فعشان كده عايز قبلها فيرب تو بي. اكيد انت قرات الفكره يا برنس. الراجل مديك هنا في السؤال ده ايه؟ از، فمش هينفع اقول از ديبندس ولا از كاونتس ولا از ريلايز ولا كده يعني، فخليك فاهمها. فهنقول از بيست اون كوبريشن. واتشنج تي في فور ا لونج نوت مي ا هيديك، دي برضو ملحوظايه خلبوصايه هقول لك عليها عشان تعرفها، تبقى انت واد برنس. عايزك ما تفتكرش ان اللي احنا بنحكي ده بره المنهج، اللي احنا بنحكي ده في صميم منهجك. بص يا برنس، ممكن اجيب لك اي حاجه مثلا واقول لك ميكس مي فيل او هاف او جيت ا هيدك، بس خد بالك من حاجتين، من حاجتين ده من حاجات كتير. اولا ان انت بتقول جيت
لازم اقول لازم هيدك، ما ينفعش اقول جيت هيدك ولا هاف هيدك، على طول لازم هيدك. ثانيا لاحظ ان هيدك ماسكه في بعضها، اصلك لو انت قلت لي هيد اكس كده بقى دي معناها راسي، على سبيل المثال لو انت قلت لي ماي هيد اكس معناها راسي تؤلمني، لكن لو انت قلت لي ماي هيد دك دي معناها صداعي. لاحظ يا برنس ان هيد راس اكس ده فيرب بمعنى تؤلم، لكن هيدك ده ناون، هي كلمه واحده، دي كلمه واحده لكن دول كلمتين. ارجع لحوارك بقى عشان ما تروحش كتير وتحكي كتير في الفاضي. فانت ممكن تجيب الشيء وتقول لي ميكس مي فيل او هاف او جيت اهيدك، ده رقم واحد. الحاجه التانيه انك ممكن تقول كمان الشيء جيفز مي ا هيد دك. طب ما تضربني مثالين كده في الخلاط. بص يا برنس، ممكن اقول لك مثلا walking walking here، المشي هنا makes me feel a headache، يعني المشي في المكان ده بيجعلني اشعر بصداع. على فكره ممكن اقول لك feel have get اي واحده فيهم، خد بالك. ها ولاحظ ممكن يديك ثلاثه في الاختيارات، بس بقى ممكن يقول لك makes me feel ولا has ولا got. اكيد انت هتستبعد هاز وجوت لان ميك مفعول مصدر، ما انت عارف، ولا انت ايه؟ اكيد خلبوص وفاهم. طيب برضو ممكن اقول لك walking here، المشي هنا gives me a headache بمعنى المشي هنا بيعطيني صداعا، اللي هي معناها يسبب لي صداعا. طب ما ترجع كده على جملتك بقى، ما تبقاش كلامك كتير كده. تعال نروح watching TV for so long not me a headache. انت هنا عايز مين؟ gives me a headache. وكان ممكن احنا قلنا gives me a headache زي ما اتفقنا، فادي gives اهي. كان ممكن نقول makes me have a headache، ممكن نقول makes me feel a headache، makes me get a headache. حلو الكلام. طيب ملحوظه بقى على الخلبصه، على الخلبصه السريعه كده، ليه ما ناخدش causes؟ ما هو ممكن نقول كوز يسبب صداعا. ما هو الفكره حضرتك ان واتشنج تي في ده اسم مفرد، هتاخد كوز من غير اس كده تبقى باظت، يبقى انت كده بوظت الدنيا. علي وات از يور بروبلم وذ تي في؟ يا ابني مشكلتك مع التلفزيون؟ وي اول لاف ات، كلنا بنحب التلفزيون يعني. راح الواد سام رد على علي قال له ايه؟ تشوز اول بروبر انسرز، اختار كل الاجابات الصح. طبعا مفيش سؤال في الامتحان كده، بس انا هدفي انك تتعلم الصح من الغلط يعني. ميك مي اهيدك ميكس تي في ميكس مي اهيدك. بص يا برنس، احنا قلنا makes me feel او have او get يبقى دي باظت. makes me feel a headache طب مظبوطه. tv makes me have a headache برضه مظبوطه. tv makes my headache يعني ايه؟ الصداع او التلفزيون بيصنع صداعي او بيسبب صداعي، مش عربي. tv makes my head ache، التلفزيون يجعل راسي تصدع، مظبوطه. بس انت قلت لي في الشرح يا مستر اسمها ماي هيد اكس. ايوه انا قلت لك ممكن تقولها كده ماي هيد اكس، بس انت عارف ان ميك مفعول وبعد مصدر، فانت غصب عنك لازم تعملها ايه. في واحده كمان اف اي جيت هيدك وين اي واتش تي في، دي برضو غلط. مين شاطر عارفها الخطا فين؟ الخطا حضرتك انك المفروض تقول اي جيت ا هيدك هيدك. اعتقد انها مكتوبه نصا في قاموس اوكسفورد او لونج مان مش فاكر، ان كلمة هيدك كاونتابل ناون، فما ينفعش تقول I have headache، لازم تقول I have a headache. حلو، يبقى انت عندك واحد اتنين تلاتة، تلات اجابات صح في السؤال ده، ويبقى انت اخترت التلاتة الصح زي ما احنا قلنا اختار كل الصح. 55 بيقول لك not suffer a lot in Egypt، مين اللي بيعاني كسلا في مصر؟ بص انا عايز اقول لك على كلمتين كده تحبس بيهم في الحتة دي، كلمتين مهمين. بص لي يا حاج، اي صفة لما نجيب الصفة، حلو اكتب يا عم صفة، صفة لو جبنا قبلها ذا دي تصبح اسما ويعامل عن انه جمع. على سبيل المثال كلمة ريتش يعني غني، دي كده معناها غني، دي صفة. طيب لما نقول بقى ذا ونجيب الصفة اللي هي ريتش بقى اصبح معناها الاغنياء. لو عايز تاخد فعل هياخد فعل جمع، فهنقول ار، ده رقم واحد. disabled يعني معاق. طب ذا disabled يعني المعاقين. عايزك تركز بقى انك ممكن تقول ذا rich الاغنياء، دي بتساوي rich people اللي هم الناس الاغنياء، الاثنين دول صح وزي العسل. طب لو انت قلت لي بقى ذا rich people يبقى دي كده غلط غلط غلط. طيب كمان واحده، المعاقين يعني ايه؟ ذا
ديسيبلد دي معناها المعاقين، دي بتساوي مين؟ بتساوي ديسيبلد بيبل اللي هم الناس المعاقين دول، صح. طب لو انت قلت لي ذا ديسيبلد بيبل يبقى دي غلط. انا عملت لك ايبلد هنا ازاي؟ حاجه اخر ابداع يعني انجليزي جديد ده. ذا ديس ايبلد، عايزك تركز انك انت ما انت ان انت بتجيب الصفه، بنجيب الصفه وقبلها ذا، دي ممكن تساوي الصفه زائد الاسم، بس اوعى تحط قبلهم ذا، ما تقولش ذا ديسيبلد بيبل، قول ديسيبلد بيبل على طول. طيب جملتنا بقى كانت بتقول ايه حضرتك؟ انت عايز تقول مين بقى اللي بيعاني؟ الفقراء. الفقراء يا اما ان انا اقول لك طبعا بور يعني فقير، صفه لازم يكون معاه حاجه توصفها، ذا بور وبور بيبل الاثنين دول صح. والراجل قال لك تشوز تو، اي هاف نوت شوجر وي كان ميك تي، والله السكر ده اسم مفرد لا يعد، فانا هطلع الاول بره كلمه مني اولا، ثانيا الوت دي ما تجيش لوحدها كده الا لو معناها كثيرا، هو ايه اللي كثيرا؟ احبك كثيرا، احترمك كثيرا، اقدرك كثيرا زي ما هنقول دلوقتي. طب a lot of يعني كثير من، lots عايزه of، little تنفع، يبقى انا تفكيري في little وتفكيري في a lot of. بس انت قلت لي احنا ممكن نعمل شاي، بما انك انت ممكن تعمل شاي يبقى السكر اللي عندك كتير يبقى a lot of. طيب امال لو قلت لي little يبقى مش هنعمل شاي، مش هينفع نعمل حاجه. I really love you، انا احبك كثير من ولا كثيرا؟ كثيرا. تيجي ادالك بمثال، تعالى ادالك بمثال عشان يبقى العمليه كده واضحه. بص انت ممكن تقول I have a lot of money، هنا a lot of يعني كثير من كذا. طيب امال ايه كلمه دي بالنسبه ل a lot of؟ امال كلمه a lot لو انا قلت لك I respect you not، يا ترى هنا هنقول a lot ولا نقول a lot of؟ عارف الفيصل فين يا حاج؟ ان كلمه a lot of معناها كثير من، لكن دي معناها كثيرا. بص ترجمها في الخباثه بينك وبين نفسك جدا، فانت بتقول انا احترمك جدا او احترمك كثيرا، ولا اقول لك احترمك كثير من؟ عيب عليك يعني لو عملتها يبقى عيب عليك. المهم فانا اقول لك هنا I love you a lot، انا احبك كثيرا. طيب there is some not the door، someone near the door. اولا بس قبل ما نحل عايزين نتفق على مبدا ان كلمه نوك يعني يترك، ممكن نقول نوك اون ونوك ات، ده رقم واحد، دي اول ملحوظه في الجزئيه دي كده. هنعمل شرطه كده، ما خلاص ما فيش كتير هيتكتب. عايزك تعرف ان كلمه نوك يعني يطرق، ممكن نقول نوك اون ونوك ات ذا دور عادي، الاثنين معناهم يطرق على الباب، دي الملحوظه الاولانيه في السؤال ده. الملحوظه الثانيه ان كلمه زير دي دايما بيكون بعدها الفيرب تو بي، على سبيل المثال اقول لك زير از يعني يوجد، او ذير ار، زير هاف بين يعني كان هناك، وممكن نقول there was. حلو ده رقم واحد، او خلينا نقول الملحوظه الثانيه يعني، يبقى there is اللي there بعدها verb to be. على فكره لو انت خربوش انت اكيد واخد بالك ان ده بي مضارع بسيط، ودي بي بس مضارع التام، ودي بي في الماضي عادي يعني، خليك خربوش وفاهم الحوار ده. رقم اتنين عايزك تعرف كمان انك لما تقول لي there is او was ايا كان يعني، وبعدين مفعول وبعدين الفعل مضاف له ing، وممكن نقول برضو there is وبعدين مفعول وبعدين باست بارتيسيبل، تخيل الاثنين دول ينفعوا، بس دي المعنى كده معلوم، دي المعنى كده مجهول. طب ما تضربني مثالين في الخلاط. بص يا برنس لو انت قلت لي there is a boy crying، هناك ولد يبكي، على سبيل المثال كمان there is a man killed، killed هناك رجل قتل او مقتول، فدي كده مقتول يعني معناها مبني للمجهول، حد قتله يعني. يبقى there is a boy crying، هناك ولد يبكي. there is a man killed، هناك رجل مقتول او قتل كده. طيب ارجع بقى جملتك الثانيه كده وشوف هو بيحكي عن ايه. بيقول لك there is someone، هناك رجل يطرق، يطرق يبقى المبني للمعلوم، فانا عايز اي ان جي. حلو طيب فدي نوك مصدر، اطلعي بره انت، دي بره انت، ودي برضه بره انت، مع ان ات وان موجودين، يبقى نوكينج ات ذا دور ونوكينج اون ذا دور، الاثنين كده بقوا مظبوطين زي الفل. السينونيم بتاع كلمه ادابت تو، ادابت تو يتكيف مع، بتساوي ايه؟ يتكيف مع يعني ادجاست تو اللي هي دي. طب ما هي دي ادجاست يتكيف، بس فين تو؟ ديبند اون يعتمد على وميك يصنع. اخر جمله الشمس تشرق من المشرق، فكره السؤال هنا ان كلمه رايز بتساوي كلمه كم اب، دول معناهم تش رق، لكن كلمة go down
بتساوي ست بمعنى تغرب. فالراجل عايز يقول لك الشمس تشرق في الصباح وتغرب في المساء، يبقى rises او comes up واحدة من الاتنين يعني، هنا goes down او sets هنا. فاركز في اللي انا عايز اقولك. ممكن اقول لك the sun rises in the morning, the sun comes up in the morning and goes down in the evening and sets in the evening. خلصنا كده الستين جملة دول. طيب احنا كده خلصناها. لو سيادتك بتسمعني على اليوتيوب، مش مشترك معايا في المحتوى الخاص يعني وحابب تشترك معانا، فرقمي 010-20-78-78-39. بنعمل ايه في المحتوى الخاص؟ بنحل في كتاب A1 Treasure، كتاب الترم الثاني. وصلنا فيه الوحدة، خلصنا الوحدة التاسعة، احنا حاليا في الوحدة العاشرة. طيب المحتوى الثاني برضو بنحل في كتاب A1 Practice، الكتاب ده اللي هو كتاب الترم الاول، وده موجود كاملا مكملا. طبعا ده جرعة محترمة في اللغة، كتاب A1 Practice ده يخرب بيت دماغه. المحتوى التالت بقى معانا كتاب المعاصر. فانت قدامك تلات محتويات، لو عايز تفاصيل دقيقة عن اي حاجة من دول ممكن تتواصل معايا واتساب او تليجرام على رقمي اللي انا كتبته لك ده. طيب لو انت بتسمع على يوتيوب زي ما قلت لك، تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو مش مشترك، تعرف زمايلك عشان انا بنزل حاجات كتير دايما على القناة، واتمنى لكم التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.